صراحة اليوم احنا ما نقدر نحجم هذا، وصلت الى مستوى المكون والطماطة. يعني هذا اليوم مع الاسف نوصل الى هيك مستوى للمقارنة المكون والطماطة. ويأتينا الطماطة الإيراني اللي هو يعني منبوذ، وأنه يريد أن يستحوذ على السوق العراقية، وأنه كذا وكذا، يأتينا عبر كردستان ليستفيد منه التاجر الفلاني والمتنفذ الفلاني. تعلق الأمر بنا في ائتلاف دولة القانون، نعم وقوة مهمة من الإطار التنسيقي. نعم نحن منذ 2014 غادرنا تقريبا السلطة، كان في وقتها كيس الطحين 10,000 أو 12,000 دينار، كانت وقتها سعر الدولار 118 أو 121 ألف دينار، وكانت الأسعار جيدة. أستاذ نجم أعطني فرصة، نعم كانت أسمع. الأسعار جيدة. كانت هناك يعني مبالغ حتى تعويضية خلال البطاقة التموينية تعطى للمواطنين، وكانت هناك وظائف، لم تخلو موازنة واحدة من الموازنات التي كان فيها السيد رئيس الوزراء المالكي في وقته رئيسا للوزراء، لم تخلو من التعيينات منذ 2014 وإلى اليوم. قارن جنابك وأنت المنصف اللبيب، ماذا جرى؟ هل هناك تحسن أم انحدر البلاد من سيء إلى أسوأ؟ سيد الكريم، نحن اليوم في وسط وجنوب البلاد، جمهورنا يجوع ومنافذنا مغلقة، ويأتينا الطماطة الإيراني اللي هو يعني منبوذ، وأنه يريد أن يستحوذ على السوق العراقية، وأنه كذا وكذا، يأتينا عبر كردستان ليستفيد منه التاجر الفلاني والمتنفذ الفلاني تمام. والمنافذ الفلانية. أليس هذا دفعا وإزاحة لمكون كبير، وبالتالي استحواذ على حقوقه؟ اليوم أنت تريد تجردني كتحالف ثلاثي من الشرائط ومن الأدوات التي أستطيع بأن أكون معارض. يعني اليوم انت تريد تجعلني صفر على الشمال، ومن تريد تقارني المكون والطماطه. اليوم خب مو صحيح. اليوم اما تخليني في الموالات على مود نقدر نتفق احنا والتيار الصدري، احنا المكون الاكبر، هذا ما علي منازع ولا علي اشكال، ولا يقدر واحد بكره يقدر يقول يابا انتم اقل من المكون اليوم من الاغلبيه. بودي ان اشير الى مصطلح الطماطه والمكون الذي اشرت اليه او اطلقته، وكان فيه نبره استخفافيه، وبودي ان اصحح هذه النبره، لانه المواطنون في وسط وجنوب البلاد يتضورون عن بسبب سياسات تجويعيه مقصوده. وكنت اريد ان اشير بهذا المثل الذي ضربته والذي لم يعجب جنابك، الى ان منافذ الجنوب تدار من أشخاص هم ليسوا من أبناء المحافظات في وسط وجنوب البلاد، وتدار نعم. من شخصيات مرتبطة بأماكن أخرى، وبالتالي تساءلنا هل يمكن لابن البصرة أن يقود أو يدير يعني منفذ حدودي في كردستان، أو هل له أن يدير منفذ حدودي في طرابيل أو مع السعودية من جهة الأنبار؟ نعم. فبالتالي لم يكن بإمكانه أن يقوم بذلك، فمن باب أولى أن ابن البصرة يدير منفذ الشلامشة، وإلا لماذا يأتي شخص آخر من أقصى البلاد ليدير هذا المنفذ دون أن تكون هناك معادلة يعني يقع تحتها أو تحت ظلها الجميع؟ الطماطة والباذنجان وهذه الخضار هي استهلاك يومي للفقراء. سيد عباس للأمانة، لا بس حتى إلك الوقت، إلك الوقت سيد عباس، بس خليني أقول لك بعبارة المكون والطماطة، الطماطة التي أشكلت عليها وعلى الحكومة وعلى إجراءاتها، هذه الطماطة والباذنجان والخيار الذي جوع الجنوب مر بكل الحكومات، كانت المنافذ بأربيل والشمال سائبة، كلهم كانت هذه المنافذ سائبة إلى الحد الذي جاع ابن الجنوب. الآن في ظل الخلافات نلعب بهذه الأوراق، هكذا كنت أريد أن أسلط الضوء على هذه القضية يا سيد عباس. نعم جاء الجنوب بفعل استهتار السياسة.